المجموعة الرابعة العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث ومباراة حاسمة. وهفكركم بالنتيجة. أبو سمبل 115، كليوباترا 85. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحسم مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. قبل أول سؤال عايز أروح للجمهور، الأستاذ محمد بشير من مدرسة المصرية للتلمذة الثانوية الصناعية. مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أولا الطلاب منورينا في الاستوديو، وجميل جدا إن هم يكتسبوا خبرة قبل ما يفكروا يشاركوا. إحنا اللي سعداء جدا وفخورين إن إحنا بنشارك في برنامج عظيم زي برنامج العباقرة بمستوى عام، وبخصوصا في العباقرة قادرين باختلاف، لأن ده بصراحة يعني بيثبت لنا ان مهما كانت اي عقبة قدام اي حد يقدر يتغلب عليها بالصبر والاجتهاد والعمل، فده شيء عظيم جدا واحنا كلنا فخورين والله، ومؤسسة المصرية كلها فخورة بالمشاركة في البرنامج العظيم ده بفرعها السبعة على مستوى الجمهورية في خمس محافظات، وسعداء جدا جدا بوجودنا مع حضرتك النهاردة والله. فعلا يعني انتوا ناويين لما تشاركوا تعملوا منتخب من السبع مدارس؟ هو بالفعل بدأنا بفرع من فروعنا، بدأنا بالمشاركة طبعا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنتشارك بأكتر من فروع كلها مع بعض إن شاء الله، وده طبعا شيء يحفز كل الطلاب ويحفز كل الطلاب اللي في المرحلة بتاعت الإعدادية أو الثانوي إن هم ياخدوا المغامرة ويشاركوا في البرنامج العظيم ده، برنامج العباقرة. ولكن مهم يبقوا جاهزين، لأن إحنا عندنا تصفيات طبعا، طبعا لازم يعدوا التصفيات عشان نشوف هيعرفوا يكملوا ولا لا، ولكن دخولهم الاستوديو إن هم يشوفوا الأجواء، ازاي الحلقه بتتصور، ايه اللي بيحصل. طبعا هم التجربه النهارده اصلا هم حتى يعني ولادنا الطلاب بيقولوا لي احنا حتى اول مره نبقى فرحانين بالجو ده، احنا متوترين اكتر من المشاركين نفسهم. لا مش اكتر منه، خليهم يقعدوا هنا وهيعرفوا يعني ايه توتر. لا ان شاء الله قريب ان شاء الله. شرف لينا فعلا، شرف لينا وجودنا مع حضراتكم النهارده في البرنامج الجميل ده. الخمس فروع فين؟ الخمس فروع لينا ما شاء الله ثلاث فروع في محافظه دمياط. بدايه النشاط بتاع المدرسه كان في محافظة دمياط، وبعد كده في القاهرة، وبعد كده في القليوبية. في القاهرة؟ في المعادي. فرع القاهرة في المعادي، وفرع القليوبية في شبرا الخيمة، وفرع الدقهلية في طلخة، وفرع البحر الأحمر في الغردقة. هي وبعدين المجموعة اللي مشرفانا النهاردة، أنا عرفت إن هم جايين من مدارس مختلفة. هم كوكتيل من المدارس بتوعنا. المرة اللي فاتت احنا كنا شاركنا مع حضرتك قبل كده مرة، فطبعا بقيت الفروع غارت منهم بصراحة، فقلنا إن عوض لهم الفرحة دي يعني إن شاء الله يعني. برحب بيكم ومنورنا في الاستوديو، بشكركم جدا جدا. وبتمنى لكم كل التوفيق، ومستنيكم تقعدوا هنا عشان تعرفوا يعني ايه توتر. ودلوقتي اول سؤال مدام سمر، اتفضلي. هنشوف مدام سمر والسؤال الاول وموضوع السؤال ايه. اربع اسئله هنشوف. يلا مدام سمر اتفضلي. سويتش في الحالة دي، فريق كليوباترا هيختار موضوع السؤال لفريق أبو سمبل. معلومات عامة. يحبوا يتسألوا فيه. معلومات عامة. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ20؟ 20. 20 نقطة. تمام. معلومات عامة، والسؤال هو أحمد السعيد سليمان هو أول مصري حصل على الدكتوراه في الدراسات التركية من إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ 1956 أول مصري قام بتدريس اللغة التركية وأدبها في الجامعات المصرية، كان أستاذ كرسي للغات الشرقية. إجابتك. بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسا. فرنسا يا عبد الرحمن، إجابة صحيحة. هي 35 أبو سمبل، 85 كليوباترا. سؤال الثاني علاء فوزي، تفضل يا علاء. وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا علاء. تاريخ. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. تاريخ، والسؤال هو ما هي الجمهورية التي حكمها
الدكتاتور سولا في القرن الأول قبل الميلاد. كان منتصر في أول حرب أهلية واسعة النطاق في تاريخ الجمهورية دي، من 88 ل 82 قبل الميلاد، وبقى دكتاتور 3 سنين بعدها. عبد الله صالح، خلي بالك لو إجابتك غلط بقينا في مشكلة. إجابتك الرومانية. عبد الله صالح، إجابة صحيحة. فعلا الجمهورية الرومانية نتيجة اتغيرت 105 كليوباترا 135 أبو سنة. عبد الله يا جامد، السؤال اللي جاي هو السؤال الثالث. محمد جلال، تفضل يا محمد. محمد جلال والسؤال الثالث، والسؤال ب 30 نقطة. لو الإجابة صح أبو سمبل إلى دور الثمانية خلاص. جوكر. تمام. سؤال في الرياضة وسؤال ب 30 نقطة، دوسوا على البازل. لو الإجابة صح أبو سمبل إلى دور الثمانية إن شاء الله. لو الإجابة غلط كليوباترا ممكن تتعادلوا. رياضة. والسؤال هو: من هو الهداف التاريخي للدوري الأوروبي لكرة القدم حتى إبريل 2024؟ سجل 32 هدف. مش هقدر أقول أي معلومة. عبد الرحمن، إجابتك صح إلى دور الثمانية، ألف مبروك. إجابتك بيري منو كوباميانك. عبد الرحمن طارق، إلى دور الثمانية، إجابة صحيحة. أسطورة الجابون وبيلعب في مارسيليا وكسر الرقم فعلا يا عبد الرحمن. سؤال ما كانش سهل، مبني على المعلومة. جابها في الدوري الأوروبي السنة دي في دور المجموعات، عشان كده احنا قلنا في إبريل 2024. هو قصر رقم أبو سمبل 165. برافو عليك، إجابة عندك والمعلومة عندك وتستحق ال 30 نقطة. 165 أبو سمبل، 105 كليوباترا. هارد لك لفريق كليوباترا، فريق كبير وفريق عظيم. يعني بصوا، على قد ما أنا زعلان إن أنتوا ودعتوا البطولة، على قد ما أنا فخور بيكم. محمود أبو اليزيد بتشارك لأول مرة وأداء مشرف. عبد الله بيشيل فريق. إسلام، عملت اللي عليك. محمد خلف، أحمد طارق، كلكم هايلين. نحيي كلها فريق كليوباترا. والله يا عبد الله أنا زعلان على زعل أختك، ولكن أختك لازم تبقى فخورة بيك. ما تزعلش، بالعكس أنت لسه صغير وسقبلك لسه قدامك كتير. أختك بتقول إن أنت حققت الحلم اللي هي ما عرفتش تحققه. أستاذ عصام، أنا ممكن أقول بس كلمة لعبد الله بما إن أنا مش اتفضل يا عبد الرحمن. أنت عملت ماتش جامد، فريق كليوباترا عمل ماتش جامد، وهو في الآخر يعني الماتش خلص على يعتبر آخر سؤال، هو السؤال ده السؤال اللي قبل الأخير، خلاص كان باقي سؤال واحد. فهارد لك، وإن شاء الله أنت لسه كمان عندك موسم المدارس اللي جاي تقدر تشارك فيه وتقدر تعوض يعني. روح جميلة من عبد الرحمن. بشكرك عبد الرحمن. آخر سؤال في الحلقة، أنس. تفضل يا أنس. أنس أشرف، والسؤال الرابع والأخير. هنشوف موضوع السؤال إيه. أدب. سؤال ب 30 نقطة لفريق كليوباترا. أدب. والسؤال هو: من هو الأديب النرويجي مؤلف رواية ثلاثية تريلوجي؟ ميلي داس. محمود أبو اليزيد، اتنشرت 2014. ماشي تمام. محمود يونفوسا. صح، يونفوسا. محمود أبو اليزيد ب 30 نقطة، إجابة صحيحة.
ترجمة أعماله لأكثر من 40 لغة، وحصل على جائزة نوبل 2023. فريق كليوباترا ودعته البطولة على سؤال ب 30 نقطة. فعلا عملتوا اللي عليكم وأنا فخور بيكم جدا. فريق أبو سمبل صدارة المجموعة، ألف مبروك. الحمد لله الحمد لله. وأفضل لاعب في ماتش النهاردة عبد الرحمن طارق ب 80 نقطة. رائع يا عبد الرحمن، رائع. مدام سمر، عايزة تقولي إيه حضرتك؟ اتفضلي. أنا عايزة أقول لأنس إن يعني مش وقع يخليه ما كملش، بالعكس أنت في الأول ومن أول ما شفتك النهاردة قلت لك أنا مبسوطة قوي إن هو صغير ومع ذلك مدير أو بيشارك الفريق في حاجة، فأنا حاسة إن هو إن شاء الله هيبقى حاجة كبيرة جدا جدا. الفريق كله أول مرة أقابل فريق أحس إن هو يعني ولادي، أنا عايزة هم الاثنين يكسبوا. صح. والله مصدق الدكتور علاء شخصية ممتازة وأنا سعيدة جدا بمعرفته. أحمد طارق لا يمكن تتخيل قد إيه داخل قلوب كل اللي قاعدين دول، فربنا يبارك لهم وإن شاء الله تتعود المرة الجاية. بصي إحنا بنبقى مركزين جدا في اختيار مين اللي هيساعد ولادنا. عايزة أقول بقى الفريقي يعني هم أسعدونا جدا وأنا فرحانة لفرحة قلبهم، بس والله فرحانة جدا إن أميرة قالت لي إحنا هنكسب وإحنا داخلين، قالت لي إحنا هنكسب، فمبروك لهم. الماتشات دي بتبقى صعبة عليا وهارد لك لأن ببقى نفسي كليوباترا. يعني أنا ما أضحكش عليك، مبسوط لأبو سمبل بس أنا زعلان جدا، وأنا زعلانة والله جدا لأن أنا بحب الفريق ده. نفسي إن ما حدش يطلع، بس هنعمل إيه؟ صح، هي صح. دي قواعد اللعب، بس أنا متأكد إن هم هيرجعوا تاني وهيرجعوا أقوى.